الذي خلقه امان شعب سوريا وشعب مصر ووحد بين قلوبهم ووحد بين دولتهم. الحمد لله فبعونه وبعونه قامت اليوم الجمهورية العربية المتحدة. السلام عليكم واهلا بكم الى هذه الحلقه من برنامج لعبه الامم. حين اعلن الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر الوحده مع سوريا رقصت قلوب العرب فرحا، وحين اعلن عبد الناصر انفراط عقد الوحده ادمعت عيون عرب كثيرين وفرح البعض. كان لابد من القضاء على عبد الناصر ووهجه وسط صراع المحاور، وما هم إن فرح العرب أو بكوا، لا أحد في العالم يهتم لأمرهم، هم كعادتهم دائما يخدمون بصراعاتهم مصالح الدول الكبرى. اليوم يعلن الرئيس محمد مرسي قطع العلاقات وإغلاق السفارة السورية، يصفق الحضور، تتعدد التفسيرات، تتبادل دمشق والقاهرة الاتهامات، تدمع عيون بعض العرب ويفرح آخرون، صراع المحاور يتجدد، وما هم إن فرح العرب أو بكوا. هي الحرب في سوريا يراد لها أن تباعد بين العرب والعرب، يراد لها غرس خنجر بين الشقيق والشقيق، يراد لها أن تعزز الفتن المذهبية، ويراد لها تدمير من بقي من بشر وحجر. يجتمع قادة العالم في أيرلندا الشمالية، يخرجون باتفاق وسطي يخفف من خلافاتهم ظاهريا ويعمقها خلف الكواليس، لا ينهي كل ذلك نزيف الدم السوري. مصالح العالم لا تهتم لدمار البشر والحجر، قد يعقد جنيف 2 وقد لا يعقد، صراع المحاور لا يهتم للدم السوري، لا بأس إن تأخر القتال لتحسين شروط التفاوض، لا بأس إن دخل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين داعيا للجهاد، لا بأس إن دخلت حركة حماس على الخط لدعوة حزب الله للانسحاب من سوريا، لا بأس أن يشجب الرئيس مرسي نفسه دور حزب الله في سوريا، لا بأس أن يتوتر الوضع في البقاع والشمال وصيدا في لبنان، لا بأس أن تتضافر الجهود للتهدئة في تركيا، لا بأس بالتعاطي بحذر مع انتخاب الشيخ حسن روحاني رئيسا لإيران. كل شيء مفيد في صراع المحاور، لعبة الأمم في أوجها في سوريا، فهل نحن أمام صيف ساخن فقط في سوريا أم يمتد لهيبه إلى المنطقة؟ نستضيف في هذه الحلقة من دمشق وزير الإعلام السوري عمران الزعبي. أهلا وسهلا بك أستاذ عمران. ومن لندن الكاتب العربي الفلسطيني عبد الباري عطوان. ومن مصر جاءنا مشكورا الدكتور في العلوم السياسية إبراهيم نصر الدين. أهلا بكم جميعا، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه الحلقة من لعبة الأمم. أهلا وسهلا بكم جميعا أعزائي المشاهدين، وأهلا بضيوفي الكرام. أبدأ مع وزير الإعلام السوري. معالي الوزير، اليوم قبيل دخولنا إلى الأستوديو كان الخبر الأهم في لبنان أن الرئيس رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان سلم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان مذكرة بالخروق والاعتداءات ضد الأراضي اللبنانية من الأطراف المتصارعة في سوريا. هذه سابقة شكوى لبنانية على سوريا، ما هو الرد من سوريا؟ يعني أولا ليس هناك أساسا اعتداء من قبل سوريا على الأراضي اللبنانية، بمعنى من الدولة السورية، ولن يكون هناك اعتداء من الدولة السورية على الأراضي اللبنانية. لماذا؟ لأننا أولا وأخيرا، والكل يعلم ذلك وهذا ليس جديدا وليس ابتكارا وليس بروباغندا سياسية بالتأكيد، نحن في سوريا كنا وما زلنا، وانطلاقا من المقدمة التي بدأت بها برنامجك مع القائد الخالد عبد الناصر، نحن أصحاب مشروع قومي، لازلنا نواجه هذا أو يواجه هذا المشروع القومي المشروع الصهيوني بكل تفاصيله وبكل أدواته. لم يتغير شيء من حيث المبدأ، ما يتغير هو الصورة، هو الأدوات، هو الشكل، الأساليب المعتمدة، كل شيء هذا يتغير، ولكن المواجهة في هذه المنطقة كانت وستبقى بين مشروع قومي وبين مشروع صهيوني. هكذا نفهم نحن المسألة وهكذا هي حقيقة. ربما أحيانا تختلط الصور، ربما أحيانا يكون هناك
تشويش على الصور، ربما أحيانا يسقط بعض المثقفون أو بعض المفكرون حتى القوميون في يعني في خانة التشويش، ولكن بوصيلتنا في معالجة المسألة هي أين نحن من المشروع القومي، أين نحن من الفكر القومي، أين نحن من فلسطين. طيب، ولكن معالي الوزير، يعني الرئيس سليمان يقول نحن يحق للبنان أن يدافع عن أرضه وشعبه حيال هذه الاعتداءات، وقد لقيت على ما يبدو دعوة سليمان ترحيب قوى 14 من أذار التي رفعت لافتات ترحيب في عدد من المناطق اللبنانية. يعني هل الرئيس سليمان في المحور الآخر الآن بالنسبة لكم؟ لا 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 لا، المسألة ليست على هذا النحو. يحق للبنان أن يدافع عن أرضه ولكل دولة أن تدافع عن أرضها. ثم إن الدفاع عن الأرض اللبنانية نحن دفعنا فيه آلاف الشهداء في مواجهة الإسرائيلي. ثانيا، لبنان ليس مستهدفا أبدا من الدولة السورية كدولة لبنان وكأرض لبنان وكسيادة لبنان. لم يكن ولن يكون يوما مستهدفا من قبلنا كدولة بأي معنى من المعاني. هناك ظرف خاص، هناك تسلل لمسلحين، عشرات المسلحين بل مئات المسلحين إن لم يكن أكثر، دخلوا على مدار كل الأشهر الماضية إلى كل المناطق في سوريا مع أسلحتهم وعتادهم وأموالهم وما إلى ذلك، ولم يتنفس أحد في هذه المسألة ولم يتحدث أحد في هذه المسألة. أنا لا أقصد هنا شخصا معينا مع الاحترام لكل الأشخاص، لكن أنا عم بتحدث عن حالة واقعة. إذا تصدت سوريا إلى مجموعات مسلحة تدخل تسللا تقوم بارتكاب أعمال عدوانية إجرامية إرهابية في سوريا، هذه مسألة أخرى. هل أن يحدث خطأ هنا أو أن يحدث خطأ هناك أو أن يستغل أو أن يكبر أو يصغر الأمر، هذه مسألة أخرى. لكن نحن بالنسبة لنا لبنان، أمن لبنان وأمن سوريا والأمن الأردني والعراقي، أمن عربي واحد، أمن إقليمي واحد، لا يمكن تجزئته، ولا يمكن لنا في يوم من الأيام أن نفكر في قضايانا القومية بهذه الطريقة الجزئية التي قد يفكر بها البعض. طيب معالي الوزير، يعني ليسمح لي ضيفي الكريمان، يعني فقط سؤال قبل أن أنتقل بالأسئلة إليهما حول الموضوع نفسه، لأنه فعلا الآن في لبنان عامل ضجة هذه الليلة. هل سوريا ستلاحق مجموعات متطرفة داخل الأراضي اللبنانية إن اضطرت لذلك؟ السؤال موجه لي؟ نعم لك. نعم. لا لا، نحن كل الأمر على النحو التالي فقط. عندما يطلقون النار أو عندما تكون هناك يعني ملاحقة في حالة ظرفية دعنا نسميها، لكن نحن لا نجتاز الحدود اللبنانية، لا ندخل حدود لبنان، نحترم لبنان. الجيش اللبناني جيش شقيق، لبنان دولة شقيقة، دولة لا زالت يعني أديمها ترابها لا زالت يعني أرواح شهدائنا في تعبق في هوائها ورياحها، ولا زال تراب لبنان يشهد أن جيشنا العربي السوري قدم آلاف الشهداء في مواجهة الجيش الإسرائيلي. هذه المسألة أستاذ سامي يعني ليست مسألة قيمية أو أخلاقية فقط، هذه مسألة موجودة في نفوس الناس، وهذه مسألة مادية ملموسة لا يمكن أساسا تجاهلها أو تحولها بهذه السرعة. ربما تحتاج إلى عشرات الأجيال حتى نقول أننا تغيرنا وأنهم تغيروا. طيب، على كل حال لا شك أنه تغيرت الكثير من الأمور للأسف الشديد في خلال هذه الأزمة السورية، حتى أنه بعض الأطراف اللبنانية تحاول أن تضغط على سفيركم في لبنان السيد علي عبد الكريم علي، وهو يحاول الاتصال يوميا يعني بمعظم الأطراف لتهدئة هذه الأجواء. قمة الثمانية في أيرلندا سيد عبد الباري عطوان تحدثت عن حل سياسي، عن جنيف اثنين، عن حكومة بصلاحيات كاملة، عن منع الإرهاب والتطرف والسلاح الكيماوي. حضرتك تقول أنه ربح على ما يبدو بوتين المعركة في هذه القمة، هل لك أن تشرح لنا كيف؟ أستاذ سامي، جميع الصحف البريطانية التي صدرت هذا الصباح أكدت بأن فلاديمير بوتين الرئيس الروسي خرج منتصرا من هذه القمة بينما توارى الآخرون، بما في ذلك اللي هو رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون. عندما تقول الصحف البريطانية، وأنا أيضا أشاركها في هذا الرأي من خلال الافتتاحية التي صدرت اليوم، عندما تقول ذلك لأن
الرئيس الروسي كان صلبا في مواقفه في هذه القمة. أولا رفض رفضا مطلقا أن يتنحى الرئيس الأسد أو أن يكون تنحي الرئيس الأسد شرطا لانعقاد مؤتمر جنيف، وكان هذا واضحا أن البيان الختامي لم يتضمن هذه النقطة على الإطلاق. أيضا البيان الختامي أصر على تطهير سوريا، وهذا ما قاله ديفيد كاميرون، تطهير سوريا من الجماعات الإسلامية المتشددة، وأيضا تحدث عن ضرورة الحوار بين اللي هو في بين السيد سليم إدريس أو اللواء سليم إدريس أو بين المعارضة وبين النظام السوري لإقامة حكومة وطنية بصلاحيات، أي أنه لم يتحدث عن التسليح، بالعكس تحدث أن المقاومة أن المعارضة السورية ضعيفة ويجب تقويتها، لكنه لم يتحدث إطلاقا عن اللي هو تدخل عسكري، لم يتحدث إطلاقا عن تكثيف التسليح، لم يتحدث مطلقا عن ضرورة تنحي الرئيس. فهذا اعتبر بأنه بسبب الموقف الروسي الذي يرفض رفضا قاطعا إقامة مناطق حظر جوي في سوريا، والذي أيضا انتقد التسليح واعتباره التسليح تسليح المعارضة واعتباره تدخلا في الشأن العسكري، هذا كله أدى إلى خلاصة نتيجة قوية بأن فلاديمير بوتين الرئيس الروسي كان صلبا وخرج منتصرا وأملى إرادته على المجتمعين في هذه القمة. هذه الخلاصة التي استخلصناها من خلال متابعتنا اللصيقة لقمة الدول الثمانية في إيرلندا. واضح جدا اليوم ديفيد كاميرون لم يتحدث أو فتر حماسه بالنسبة للحديث عن التسليح، وهذه كانت ظاهرة ملفتة والصحف البريطانية تحدثت عنها. بدأ يتحدث الآن عن إمكانية انقلاب عسكري في سوريا يطيح برأس النظام على أن يبقى النظام لتجنب ما يقولونه الفراغ السياسي والمشاكل التي حدثت في العراق وليبيا بعد الإطاحة بنظامي البلدين. على كل حال كما تتفضل، يعني الكلام عن الحفاظ على المؤسسات أيضا العسكرية والأمنية ورد في قمة الثماني، وكأنه هناك حرص على بقاء مؤسسات الدولة، وهذا أيضا جديد ومهم. طيب هل ندمت أستاذ عبد الباري على ما كتبته إذن قبل أيام من أنه في حرب قريبة على سوريا بعد القمة؟ لا، أنا لم أندم، بالعكس الحرب على سوريا مستمرة، هناك تسليح عربي في للمعارضة السورية، المملكة العربية السعودية قيل أنها زودت المعارضة السورية المسلحة بصواريخ مضادة للطائرات، أيضا قيل أن دولة خليجية لا أعرف ما هي قدمت أسلحة أو صواريخ حديثة مضادة للدبابات، الأردن شهد مظاهرات الأسد المتأهب، هناك أكثر من 10 طائرات لا تعرف من هي أمريكية موجودة، صواريخ باتريوت. نعم أستاذ عبد الباري، لا تعرف من هي الدولة الخليجية ولا لا تريد أن تعرف؟ والله أنا ما لم يسموها، لكن أنا في مقالتي قلت أنه معتقد أنها قطر، يعني أنا بس هم لم يصدر أي رد فعل رسمي، وأنا أعرف أنك أنت أستاذ سامي دقيق جدا، لكن لو نظرت إلى افتتاحيتي الصادرة في عدد اليوم قلت أنها ربما من المعتقد أنها قطر، فأنا لا يعني لا أريد أن أزور الحقائق، لكن لا يوجد لدي دليل يعني، بس هذا طيب. ما قصدته حرصا على برنامجك وعلى مصداقيته وعلى دقته. تعرف محبتنا واحترامنا لك أستاذ عبد الباري، على كل حال سنتحدث عن مقالك الأخير لأنك سلطت الضوء أيضا على بعض الأمور المهمة فيه بعد قليل. دعنا نرحب أيضا مجددا بالدكتور إبراهيم نصر الدين، أهلا وسهلا بك. حضرتك يعني فجرت العديد من القنابل في السابق في مصر، سلطت الضوء على التدخل والتغلغل الإسرائيلي في مناطق مصرية، تحدثت عن دور إسرائيل أيضا ربما في تقسيم مصر في المرحلة المقبلة، حضرتك أستاذ في العلوم السياسية معروف في مصر. طيب الآن يعني حتى بعض الدول الغربية تتراجع عن مبدأ الجهاد في سوريا أو التسليح، يعني سمعنا اليوم حتى ديفيد كاميرون كما تفضل أستاذ عبد الباري، أنجيلا ميركل أيضا بحضور الرئيس الأمريكي تقول نحن لن نسلح المعارضة. طيب ألا يناقض ذلك ما صدر من مصر، من أم الدنيا، من عاصمة العاصمة الكبيرة للعروبة أيضا، أنه الجهاد في سوريا والرئيس مرسي يقطع العلاقات؟ ما الذي يجري هناك؟ هل فعلا فقط بسبب الحرب الدائرة في سوريا أم هناك أسباب أخرى؟ لا يعني دعنا يعني نفكر قليلا في الصراع المحتدم يمكن منذ ستينيات القرن الماضي بين المحور الذي كان يطلق عليه الدول الرجعية آنذاك والدول التقدمية في المنطقة. كان هناك توجه يجمع ما بين ما هو إسلامي ورأسمالي في نفس الوقت،
ودول أخرى تجمع بين التوجه الاشتراكي والتوجه القومي العربي. واضح تماما أنها معركة ما زالت مستمرة وبقاياها ما زالت مستمرة في توهم لدى المحور الآخر الذي يرفع الراية الإسلامية وفي ذات الوقت المتحالف مع الغرب تاريخيا، يبدو أنه يريد أن يحقق الانتصار النهائي في معركة سوريا لسبب أنه خلاص وصل إلى مرحلة أن الاشتراكية سقطت والتوجهات الاشتراكية في العالم العربي سقطت. لم يبقى إذن إلا النظام السوري الذي يرفع راية القومية العربية وهو الذي يرفع راية المقاومة. ولكن إلى جانب النظام السوري هناك الجيش المصري حتى تاريخه عقيدته العسكرية رغم كامب ديفيد ما زالت أن العدو الرئيسي هو إسرائيل حتى تاريخه. بالتالي الهجمة الأولى الكبرى على سوريا لتحويل هذا التوجه وإسقاط النظام السوري ليتم تماما وبصورة نهائية الحديث عن قومية عربية مرة واحدة للأبد. العراق خرجت، ليبيا خرجت من الساحة، مصر خرجت جزئيا لكن ظل جيشها بنفس عقيدته العسكرية. القضية الآن أمام النظام الحالي، وأرجو ألا يعني تلقي هذا الكلام على عواهنه وتكون الشعب المصري. تفضل. النظام الحالي هو الذي أعلن وليس الشعب المصري. صحيح. ولا الجيش المصري، والجيش المصري أعلن أنه لن يتدخل إطلاقا في أي دولة عربية بحال من الأحوال وأن مهمته الحدود. هذا يعني مهم دكتور إبراهيم، اسمح لي فقط بالمقاطعة، لأنه فعلا بعد خطاب الرئيس مرسي الذي دعا فيه للقطيعة مع سوريا ولإغلاق السفارة السورية، يعني صدر كلام عن مصدر في الجيش المصري يقول نحن الجيش لا يتدخل في دول في شؤون دولة شقيقة وأنه هو لحماية أمن مصر، وكأنه رد على الرئيس مرسي. هل حضرتك تشعر أنه في تباين بين المؤسسة العسكرية والأمنية في مصر والرئاسة المصرية وتيار الإخوان بالنسبة للوضع في سوريا؟ هذا في اختلاف جذري بين وجهتي النظر. كيف يتظهر ذلك؟ الجيش المصري يدرك بصفة عامة أن الجيش العراقي تحولت مهمته بدل من أن يكون عدو الرئيسي هو إسرائيل أصبح مقاومة الإرهاب. المحاولة الآن لتحويل الجيش السوري بدل من مقاومة إسرائيل هو حزب الله لأن يتحول الهدف بالأساس إلى مقاومة الإرهاب. ما يجري الآن في مصر في سيناء تحديدا إنما هي محاولة من الجماعات الموجودة الآن في سيناء والتي أفرج عن بعضها الرئيس مرسي وألقى بها في سيناء، هي محاولة للي ذراع الجيش المصري وتحويل عقيدته على هذا النحو. إذن المسألة لأن الجيوش العربية التاريخية التي واجهت إسرائيل كان توجهها قومي عربي في مواجهة إسرائيل تحديدا، الهدف تحويل هذا المسار. الجيش العراقي كما قلت تحول إلى حد كبير، الجيش السوري محاولة لتوريطه في هذا السياق، الجيش المصري ولا بد أن نلاحظ كلما أعلن في مصر من النظام الحالي في مصر عن مثلا محور قناة السويس الذي قيل سيتم الاستيلاء على شرق وغرب القناة، ثم يتخذ الجيش المصري موقفا أن هذا الكلام لن يحدث ويعلن، يتم خطف جنود، يتم قتل جنود مصريين في محاولة توريط الجيش المصري. وكان النظام الحالي ينتظر أن المعركة في سوريا ستنتهي بإسقاط النظام السوري وإسقاط الدولة السورية، ثم يتم استخدام كل هؤلاء المسلحين من سوريا إلى سيناء تحديدا لتوريط الجيش المصري وإبعاده عن القضية المحورية المركزية على هذا النحو. لكن معركة القصير هي التي أصابت هؤلاء بالذعر، انتصار الجيش السوري في القصير ومعه حزب الله هي التي أصابتهم بالهلع، وأن مخططهم بالكامل سيضرب، بالإضافة إلى ما جرى في تركيا والتحولات التي تجري في تركيا. بهذا المعنى القواعد الأساسية التي يمكن الارتكان إليها في تقديم العون والمساعدة بدأت تتآكل على هذا النحو. هذا الكلام الغريب الحديث عن الجهاد، ولابد أن أسألهم أي جهاد، أنا لن أدخل في قضايا شرعية إلى آخره، لكن الحادث أن غالبية هؤلاء من يسمون القيادات يجلسون في بيوتهم على الأرائك المستريحة ثم وكأنهم يؤجرون هؤلاء من الفقراء من فقراء الأمة العربية $5,000 و$10,000 ليرسلوهم إلى هناك لكي يقتلوا بهذا المعنى. طيب دكتور إبراهيم، يعني أفهم من كلامك اسمح لي أنه الرئيس مرسي يورط الجيش المصري؟ نعم هو يريد أن يورط، يعني ننتظر أكثر من حادثة تحدث في سيناء
ثم يتم شل قدرة الجيش المصري، والجيش المصري يستطيع أن ينهي هذه المسألة في ساعات. لكن شل قدرة الجيش المصري بأن يقوم بموقف تجاه هذه الجماعات، هذه ترجع إلى الرئاسة المصرية. يعني قد ننتظر ردة فعل من الجيش على الرئيس مرسي في 30 من الجاري مثلا، حين تنزل التظاهرات ضد مرسي مثلا؟ في حال ما إذا كانت هناك دماء ورفعوا السلاح في وجه الشعب المصري، في هذه الحالة سيكون لكل حادث عديث. طيب، سنستمع بعد لحظات إلى ما قاله الرئيس مرسي، ولكن دعني أسأل معالي وزير الإعلام السوري سيد عمران الزعبي. ذكر الأستاذ عبد الباري عطوان احتمال الانقلاب العسكري، البعض يذكر احتمال اغتيال الرئيس بشار الأسد. هل لديكم معلومات أنه هذا يحصل فعلا؟ هناك من يحاول أن يفعل ذلك؟ هل وقعتم على مؤامرة من هذا النوع مثلا، أو على بعض الأشخاص الذين يحاولون فعلا اغتيال الرئيس أو القيام بانقلاب عسكري؟ لا، بطبيعة الحال أولا الذين يحلمون حقيقة سواء من الإرهابيين أو من دول بذاتها بحدوث ذلك أو ذلك لا سمح الله، هذه أحلامهم، وهي يعني يمكن وصفها بأنها أضغاث أحلام. لكن إذا كان هناك من معلومات أمنية فهي طبعا لا تقع في اختصاص وزير الإعلام على كل حال. بالمجمل أنا أؤكد لك أن المؤسسة العسكرية في سوريا مؤسسة متماسكة، وهذه المؤسسة كانت وستبقى مؤسسة وطنية وقومية. وكما قال ضيفك الكريم في الاستوديو الأستاذ إبراهيم عندما تحدث عن جيش مصر وعن عروبة هذا الجيش وعن قومية هذا الجيش ووظيفة هذا الجيش، الجيش السوري والجيش المصري متشابهان أعدا، ويعني دعني أقول نهضا واستنهضا في وقت واحد، وبينهما تاريخ نضالي وعقائدي طويل ومشترك. وبالتالي الرهان على حدوث مثل ذلك في المؤسسة العسكرية السورية هو رهان فاشل مقدما. أما يعني فيما يتعلق بالمسألة الأخرى، بالطبع أنت تعلم جيدا أن السوريين، أو دعني أقول حتى ما أظهر كما يتحدث بعض المعارضة، الأكثرية الساحقة من السوريين ولاؤهم وطني، وهم يرون في الرئيس بشار الأسد يعني الضمانة الحقيقية لوحدة البلاد وسيادة البلاد وضمان هذه الوحدة وهذه السيادة. ولذلك من هنا الالتفاف حول الرئيس بشار الأسد هو لأنه ضمانة لوحدة البلاد وسيادة البلاد. طيب، دعونا لو سمحتم نستمع فقط قليلا إلى ما قاله الرئيس مرسي لنذكر السادة المشاهدين ما الذي حصل بالنسبة لسوريا تحديدا ونعلق عليه. لقد قررنا اليوم قطع العلاقات تماما مع النظام السوري الحالي، إغلاق سفارة النظام السوري بالقاهرة، إغلاق سفارة النظام السوري الحالي بالقاهرة، وسحب القائم بالأعمال المصري من دمشق. معالي الوزير عمران، يعني كيف فسرت حضرتك هذا الخطاب؟ يعني نحن قرأنا في بيان وزارة الخارجية كلاما عاليا جدا واتهاما مباشرا طبعا للرئيس مرسي، ولكن أيضا لتيار الإخوان المسلمين بشكل عام، وقال البيان إنه الرئيس مرسي ينفذ مصالح أو يلبي مصالح أمريكية وإسرائيلية وأجندة الإخوان المسلمين. كيف ذلك؟ سيدي، أولا المشكلة ليست مع الشخص، يعني مرسي أو غير مرسي، المسألة ليست مسألة الشخص، المشكلة هي مع الإخوان المسلمين، ليس في مصر فقط، في المنطقة كلها. المشروع الإخواني في المنطقة، مشروع الإخوان المسلمين في المنطقة، هذا التنظيم العالمي أو التنظيمات المحلية، هؤلاء كمجموع دعني نسميهم قوى سياسية، مصابين منذ خمسينيات القرن الماضي وأربعينيات القرن الماضي بما يمكن تسميته العصاب الإيديولوجي والعصاب السياسي، دائما يفكرون بطريقة أحادية، يتصرفون بطريقة أحادية، وهم أكثر الفئات السياسية والقوى السياسية إرادة وتوجها نحو عزل الآخرين ورفض الآخرين وشطب الآخرين وإلغاء الآخرين. ولذلك ليست مشكلتنا مع فلان من الناس أو فلان من الناس،
نحن نتحدث عن مشروع، هذا المشروع بالمحصلة بما قدمه حتى الآن في الدول التي تقدم فيها إلى السلطة من مصر أو بتونس أو إلى آخره، حتى هذه اللحظة إذا استعرضت ما قدمته هذه القوى السياسية في تولي السلطة في إطار ما يمكن تسميته خدمة المشروع الصهيوني، في إطار الحديث عن ما وعدت به من ديمقراطية ومن متغيرات لصالح القطاعات الشعبية الواسعة، لصالح الفقراء، لصالح الكادحين، القضايا الأساسية للناس، مطالب الناس، هؤلاء حتى هذه اللحظة لم يقدموا شيئا. طيب كل ما هنالك خطاب وبروبوغندا، وبالعكس على أسوأ من ذلك. أوكي. هم بالمحصلة هذه السياسات تقع في خدمة المشروع الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة. طيب ولكن معالي الوزير، عشرات الأدلة اليومية على ذلك. معالي الوزير تقول يعني تتحدث عن الإقصاء، حضرتكم أيضا تقصون الإخوان المسلمين، لا تقبلون بمشاركتهم في السلطة، واحد. اثنان، تتحدث عن دكتاتوريتهم. يعني أنا بعرف أنه حزب البعث في العراق أو في سوريا ظلوا سنوات طويلة قبل أن يؤمنوا بالديمقراطية فعلا ويطبقوها، بنهاية الأمر لا يزالون في بداية تجربتهم الإخوان المسلمين. هل يمكن الحكم عليهم بعد عام من السلطة مثلا في مصر؟ نعم، سؤال مهم أستاذ سامي. أولا يعني أنا الفكرة التي طرحتها فكرة مهمة ويجري تكرارها وتداولها في النقاشات السياسية بشكل مهم. لا، المسألة ليست على هذا النحو. دعنا نكون دقيقين. اولا هذا النوع من النقاش او الفكرة تناقش عادة بمعياري الزمان والمكان في حينها. يعني النقاش عن تجربة حزب البعث في الستينات تختلف عن نقاش تجربة حزب البعث في السبعينات وفيما بعد. في السبعينات القائد الخالد حافظ الأسد طرح مشروع الجبهة الوطنية التقدمية، في حينه قبل 40 عاما كان مشروعا متقدما متطورا. ربما الآن النقاش حوله يعني ينقلنا إلى الأخذ بالسلبيات وإيجابيات، وأين النجاح وأين الفشل، وهل أدى الوظيفة أم لم يؤد الوظيفة. هذا نقاش فكري وسياسي مهم، ولكن في حينه كان كذلك. اليوم أنا لا أريد أن أتحدث عن الماضي. اليوم نحن نقول، الحكومة السورية تقول علانية وصراحة، نحن مع إحداث تغييرات واسعة وعميقة وجذرية وبنيوية في القانون والبنية التشريعية والبنية السياسية. طيب، ولا نريد أن نقصي أو نلغي أحد. معالي الوزير اسمح لي للمناقشة. طيب اسمح لي. نعم. اسمح لي يعني أنا عذرا، ولكن نتوقف لحظات مع موجز للأنباء لأنه ضروري الآن أن نتوقف، ثم سنعود لمناقشة هذا الكلام. وسأسأل عبد الباري عطوان من لندن ماذا قال له الرئيس مرسي حين التقاه، فوذكر بعضا مما قاله في صحيفة القدس. سنسأله أكثر ما الذي حصل، لماذا تغير رأي الرئيس مرسي كما يقول. فقط سؤال سريع، قل لي بنعم أو لا معالي الوزير، هل حضرتك بعثي؟ إن شاء الله. وبرأيك البعث لا يزال صالحا حتى اليوم؟ أو نجيب بعد الفاصل. بعد الفاصل. بعد الفاصل. بعد الفاصل. شكرا. مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين لمواصلة برنامج لعبة الأمم عبر قناة الميادين، نتحدث فيه عن سوريا، خصوصا بعد القطيعة بين مصر وسوريا وبعد قمة الثماني في إيرلندا الشمالية. سيد عبد الباري عطوان، قلت في مقالك ما قبل الأخير على ما أعتقد، قبل 10 أيام التقيت الرئيس مرسي في قصر الاتحادية لما يقرب من 45 دقيقة ووجدت موقفه وسطيا معتدلا حيال سوريا وما يجري فيها. هل يمكن أن تقول لنا ماذا قال لك عن سوريا في هذا اللقاء؟
أستاذ سامي، الرئيس مرسي عندما التقيته في قصر الاتحادية يوم الثلاثاء الرابع من حزيران ظهرا قال لي بالحرف الواحد أن الأزمة في سوريا ستطول. من الواضح جدا أن هناك دعما للنظام من الجيش وأن هناك قطاعا من الشعب يدعم النظام. وقال لي أيضا بأنه بصدد يعني توسيع اللجنة الرباعية التي اقترحها والتي تضم 4 دول، إيران، المملكة العربية السعودية، ومصر وتركيا، من حيث إضافة ممثل للنظام السوري وإضافة ممثل للمعارضة ومندوب عن جامعة الدول العربية ومندوب عن منظمة التعاون الإسلامي، بحيث يصبح الحضور 8 أطراف، أي لجنة ثمانية بدل أن تكون لجنة رباعية. وأكد لي شخصيا بأنه يرى أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد للخروج من هذه الأزمة وحقن الدماء في سوريا. أنا حقيقة يعني سررت من هذا الطرح لسبب بسيط، لأني أعتقد أن مصر تستطيع أن تلعب دورا حيويا في وقف سفك الدماء، تستطيع أن تحافظ على وحدة سوريا، أن تحول دون تفتيتها، لما لها من ثقل ولما لها علاقات تاريخية مع سوريا. مثل ما تفضلت، نحن نعرف أن مصر وسوريا سويا لعب دورا تاريخيا أو على مدى 8000 عام في المنطقة، وشكل سويا يعني اللي هو خريطة المنطقة السياسية والاجتماعية والعسكرية، وحرر القدس، وهذا شيء مهم جدا. طيب ماذا حدث؟ والله لا أعرف، هل حدث مثلا، هل كلامي هو الذي غير موقف الرئيس مرسي؟ هل مثلا اجتماع مجموعة من العلماء في القاهرة وإعلانهم الجهاد؟ هل تعرضت مصر إلى ضغوط؟ هل تعرضت إلى إغراءات؟ هل كان مثلا معركة القصير لها دور أكبر؟ هل مثلا تدخل حزب الله في هذه المعركة غير الحكومة المصرية؟ لكن أنا التقيت الرئيس مرسي بعد معركة القصير وليس قبل هذه المعركة. هل حدثك شخصيا يعني هل فوجئت بقرار قطع العلاقات صراحة؟ هل حدثك عن معركة القصير؟ نعم. هل حدثك عن معركة القصير؟ لا إطلاقا، حقيقة لم يتحدث عن هذه المعركة على الإطلاق. كل ما تحدث عنه هو ضرورة حقن الدماء في سوريا، يعني الوصول إلى حل سياسي، وهذا الحل السياسي هو الأساس. وقال لي بالحرف الواحد، نحن بالنظرا لغياب أي مبادرات سياسية، نحن تقدمنا بهذه المبادرة ثم خرجوا علينا بمؤتمر جنيف الثاني، وإحنا قلنا طيب كويس، إحنا سنعرض هذه المبادرة على مؤتمر جنيف، وفي حال فشل مؤتمر جنيف الثاني سنتقدم بهذه المبادرة ونطرحها على مائدة البحث بعد مؤتمر جنيف في حالة فشل. وهذا يعني أن الرئيس مرسي كان يملك خطة لحل سياسي حتى بعد مؤتمر جنيف، يعني لن يكون مؤتمر جنيف 2 هو نهاية المسعى المصري. طيب أستاذ عبد الباري، معلوماتي غير الدقيقة، تقول أنه قال لك أنه الرئيس الأسد لن يسقط بالقوة، صحيح؟ لا، هو قال أن الرئيس الأسد يعني ما أثبت أنه قوي وما زال موجودا واستطاع أن يصمد ويحظى بدعم الجيش، يعني أو أيضا دعم قطاع من الشعب السوري، هذا ما قالوا لي حرفيا يعني. ولكن لم يقل لي بالضبط يعني بأنه لن يسقط، هذه يعني ربما يعني تحليل أو خلاصة تحليل ما قاله لي بأنه لازم حل سياسي، معنى ذلك أن النظام في سوريا أو الرئيس الأسد في سوريا قد لا يسقط من خلال العمل العسكري، والحل أو يعني الحل في سوريا قد لا يتأتى من خلال العمل العسكري وإنما من خلال العمل السياسي. طيب دكتور إبراهيم، نشعر منذ فترة أنه في تغيير مناخ في بعض الدول العربية حيال سوريا. يعني في البداية حين كانت تظاهرات سلمية والمطالب مشروعة في سوريا لدى أطراف من المعارضة التي نزلت إلى الشوارع، كان في تعاطف عربي كبير ولافت. الآن بدأت بعض الدول العربية، أو لنتحدث عن شعوب عربية، تقول لا، سوريا تتعرض فعلا لمؤامرة كبيرة، هناك محاولة لتدمير كل سوريا. كيف هو المناخ الشعبي في مصر الآن حيال هذا الموضوع؟ يعني أنت كما قلت، كان المناخ في البداية كأنها ثورة سلمية شأنها شأن ما يسمى ثورات ربيع العربي. لكن الذي حدث مع حالة العنف من ناحية التي جرت، والصور التي ظهرت على شاشات التلفزيون وممارسات من يسمون بالجهاديين في سوريا من ناحية، ثم
لو أضفنا إلى ذلك ممارسات النظام الحالي في مصر، أنه في كل خطواته كان يفتعل الأزمات داخل الشعب المصري بصفة مستمرة. فالصورة إذن بانت واتضحت، سواء بانت للشعب المصري من ناحية بحكم الممارسات داخل مصر، وظهرت أيضا بحكم الممارسات التي تحدث من جانب من يسمون الجهاديين في سوريا من جانب آخر. ولذلك ربما غالبية الشعوب العربية التي كانت تنتوي أن تدخل في هذه الدائرة بدأت تعيد حساباتها مرة أخرى. والسؤال المطروح، لابد أن نعيد السؤال مرة أخرى، هل الناس تقوم بثورة سلمية لأجل وصول هؤلاء تحت دعاوى التحول الديمقراطي وهم يعلنون الليل نهار أن هذه المرة الأولى والأخيرة وأننا سنحكم إلى الأبد؟ إن كان الحديث عن تحول ديمقراطي، فالتحول الديمقراطي لن يكون من خلال هؤلاء بشكل من الأشكال وبما يعلنونه من وقت لآخر، لأن فكرة أن يتركوا السلطة وكأنهم تركوا الإسلام دون غطاء ودون قوة تساعده، هنا المشكلة. فمن يتحدث عن تحول ديمقراطي من خلال هؤلاء يعني يكون مخدوعا خدعة كبرى، هم يريدون أن يظل في السلطة مرة واحدة وإلى الأبد ولو على أشلاء الناس. بهذا المعنى ما جرى في سوريا في جانب من قتل ومظاهر قتل ظهرت على شاشة التلفزيون من ناحية، وممارسات هذه الأنظمة في الداخل، ويفكر البعض فيما يجري في حتى في تونس وما جرى في ما يجري في ليبيا، وليسأل نفسه أيضا. أنا لدي كلام خطير جدا، النظام السوداني طوال الوقت كانوا يتحدثون عن أن هناك عقوبات أمريكية إلى آخر كل هذا الكلام، والحادث هذه كاتبة باحثة أمريكية، حدثنا عنه ولو باختصار، باحثة أمريكية في جملتين، باحثة أمريكية وهذه رسالة الماجستير تتحدث أنه قبل حرب دارفور وتمهيدا لحرب دارفور الولايات المتحدة الأمريكية قدمت معونات اقتصادية للنظام السوداني الذي يرفع الراية الإسلامية بمبلغ 477.3 مليون دولار، هذه مساعدات اقتصادية، وقدمت مساعدات عسكرية للنظام السوداني ليدخل حرب دارفور ب 157.3 مليون دولار، وهذه هي قائمة الأسلحة موجودة هنا. نجد أكثر من 5 بليون مكذوف، حوالي 982,000 رشاش للنظام السوداني، للنظام السوداني وهي تحاربه، 151 مليون مسدس، ثم 4,517,000 ما يسمى بالمتفجرات. والله غريب يا دكتور إبراهيم، يعني عادة نحن وموثق بالمراجع، يعني غريب أنه الأمريكي دائما صادق في الدول العربية ودائما شفاف، يعني ما يعلنه هو الصحيح. أنا أتحدث عن رسالة علمية يعني موثقة، يعني ثم يتحدثون أنه نحن ضد الولايات المتحدة الأمريكية ورفعوا عقيرتهم ليل نهار يعني الأمريكان الأمريكي. هذا هو النظام السوداني والذي انتهى به الأمر والمطاف إلى انفصال جنوب السودان. طيب وجنوب يعني السودان مساحة جنوب السودان تقدر بحوالي 6 دول عربية. أنا فقط أريد أن أشير إلى مسألة مهمة بمسألة العقوبات الأمريكية على السودان، وأنا شاهدتها بنفسي دكتور. حين ذهبت إلى السودان كانت العقوبات على السودان تشمل كل القطاعات، ولكن استثني منها الصمغ العربي. نعم. وحين ذهبنا وأجرينا تحقيقا عن الصمغ العربي تبين أنه الوحيد الذي يستخدم في البيبسي كولا والكوكا كولا، وبدونه لا يمكن إنتاج هذين المنتجين أولا، واثنين في كل الأدوية البروبيوتيك في أمريكا. لذلك حين تكون المصلحة موجودة يستثنى شيء ما من العقوبات، وهذا نجده على كل حال. يعني حين يتحدث الإنسان عن خروقات الأمريكي هي كبيرة في المنطقة. معالي الوزير، أنا وددت أن أسألك فقط، اسمح لي معالي الوزير، دكتور إبراهيم عندك خرائط حول إسرائيل والتغلغل سنتحدث عنها بعد لحظات. معالي الوزير، كنا نتحدث عن استمرار بعض الدول العربية بالتسليح، هل هناك تغيير في الموقف السعودي كما يقال الآن، تباين عن الموقف القطري في مسألة التسليح في سوريا؟ لا، أنا لا أعتقد أن هناك تباين على الإطلاق، لا في الموقف العسكري من التسليح ولا حتى في الموقف السياسي. يعني هذه المسألة، هذا رأيي طبعا، أنا أظن أن السعودية الآن تتصدر يعني قيادة العملية العدوان على سوريا في الجانب العربي، وطبعا ربما تراجعت قطر إلى الخلف ليس بحجم الأداء والدفع والتسليح، إنما
ربما تكتيك ما أو تكنيك ما فيما بينهم غير مهم، المهم أن سوريا تتعرض لعدوان، هذا العدوان يشارك به أنظمة عربية، والجامعة العربية أو أكثر دول الجامعة العربية كانت جزءا من هذا العدوان على سوريا وما زالت حتى هذه اللحظة. لذلك المسألة واضحة، يعني اليوم عشرات الأدلة سواء بالنسبة للمسلحين الموجودين أو بالنسبة لنوع الأسلحة، أو حتى تعرف أنت الأسلحة في إلى يعني أرقام تسلسلية وهناك مراجع يمكن تدقيقها، وهي تصدر وتصدر من مخازن عسكرية ومن صفقات أسلحة أرسلت إلى دول عربية علانية طبعا وضمن عقود نظامية، تفتح مخازن وتحمل طائرات وتهبط في مطارات تركية وغير المطارات التركية وتوزع وتخزن في دول أقرب إلى سوريا، وهذا كله واضح، لم يعد بحاجة حقيقة إلى يعني أدلة، والنقاش فيه يعني تحصيل حاصل. ولكن معالي الوزير، يعني في الواقع حيرتونا في مسألة العلاقة مع السعودية، يعني حضرتك تقول الآن أن السعودية هي التي تقود هذه الحملة ضد سوريا. الرئيس الأسد حين سئل عن تركيا وقطر والسعودية مع الزميلة قناة المنار قال الدول التي تدعم الإرهابيين لم تتغير، ما زالت تدعم الإرهابيين بنفس المقدار. معالي الوزير وليد المعلم معنا في لعبة الأمم قال إذا لم تتهم قطر والسعودية وتركيا بالتآمر على سوريا سوف ينزعجون، لأنهم يعلنون ويفاخرون بمواقفهم لكي ترضى أمريكا عليهم لأنها الرأس الكبير بهذه المؤامرة. طيب، ولكن المستشارة السياسية للرئيس الدكتورة بثينة شعبان تقول في برنامج الميادين مع الزميل غسان بن جدو حين سألها هل الموقف السعودي مثل القطري والتركي، قالت لا، هناك إحساس في الموقف السعودي أنه أقل حدة، ولا أعلم إن كان هذا الإحساس صحيح، وهناك علاقة بين السيد الرئيس والملك عبد الله. طيب، أي من هذه المواقف يجب أن نتبنى؟ في علاقة مع الملك عبد الله أو السعودية هي التي تقود العدوان؟ لا، أنا رأيي ليس هناك ما يدعو إلى الحيرة أستاذ سامي، وأنت بالذات لازم ما تحتار يعني بخبرتك. على كل الأحوال ليس هناك ما يدعو إلى الحيرة لسبب بسيط. السعودية كما هي تقول على لسان بعض مسؤوليها وزير الخارجية وآخرين، قطر كما يتحدث دائما أميرها ورئيس ووزير خارجيتها، والأتراك كما يتحدث وزير الخارجية أو رئيس الوزراء، هم يتحدثون عن أدوارهم في العدوان على سوريا. الآن إذا كان ثمة شيء ما في الداخل السعودي أو شيء ما في الداخل القطري أو أحداث تركيا الأخيرة من تباينات أو تناقضات، لكن كنظام وكدولة في السعودية أو كنظام وكيان في قطر أو في الدولة التركية هم على موقف واحد، أو يعني لا يمكن التمييز حقيقة. لكن هذا لا يدعو إلى الحيرة بقدر ما يدعو إلى السؤال التالي أو السؤال الهام، دعنا نقول هذه المواقف من قبل هذه الدول تحديدا، هل هي في واقع الحال مدركة قارئة بشكل جيد لأبعاد ما يحدث في المنطقة، أم أنها في المحصلة غير معنية بالتفاصيل، غير معنية إلى أين يمكن أن تؤول احتمالات ما يحدث في سوريا، غير معنية بالأمن الإقليمي، غير معنية بأمنها، لأنه في المحصلة هؤلاء المقاتلين الموجودين الآن على الأرض من دول الخليج العربي أو من تركيا أو من ليبيا أو الأخرى، في وقت ما في لحظة ما قريبة أو بعيدة سوف جزء كبير منهم سوف يعود إلى بلادهم، وهم سيعودون كما عادوا الأفغان العرب أو ما كانوا يسمى الأفغان العرب إلى بلادهم. هل هم يعني يحتسبون لتلك الأيام أم أنه غير مهم، المهم أن تدمر سوريا وينتهي الأمر بالنسبة لهم وينالون يعني الجائزة الكبرى والثناء من البيت الأبيض الأمريكي ومن الإدارة الأمريكية؟ هذه أسئلة حقيقة لا أجد أنا لدى تلك القيادات أحد يتمتع بحس المسؤولية، حتى المسؤولية الوطنية تجاه بلاده، نعم، مش المسؤولية الإقليمية ولا المسؤولية القومية. طيب معالي الوزير، كنا بدأنا هذا الحوار بالحديث عن قمة الثماني، هل وجدتم جديدا في هذه القمة مناسبا لسوريا؟ هل وجدتم يعني مواقف جديدة لم تكن سابقا؟ تحسن الموقف الدولي حيال سوريا تحديدا الأمريكي مثلا؟ الحقيقة من الواضح طبعا أنا لا أريد أن أقيم مثل هكذا مسألة بهذه الأهمية على قاعدة الجيد والسيء والوسط وما إلى آخره. قراءة البيان أو أنا أعتقد أن قراءة البيان الصحيحة هي في قدرة حقيقة
الدول التي اجتمعت على أن يعني تحول ما جرى من نقاش حوله ولا سيما في قضية مكافحة الإرهاب ومواجهته إلى واقع. ولكن المؤشرات المعلنة قبل وبعد وأثناء من بعض التصريحات وليس من كل التصريحات أنهم يتحدثون عن تسليح، وأن وكلاؤهم في المنطقة يتحدثون عن تسليح، وعن أن اجتماعا سيعقد في الدوحة من أجل التسليح. ولذلك قدرة هكذا بيان أو هكذا حراك سياسي على أن يكون فاعلا ترتبط حقيقة بقدرة هؤلاء على إنجاز شيء على الأرض. على الأرض يجب أن يتوقف الإرهاب، يجب أن يتوقف العنف، يجب أن يتوقف التسليح، يجب أن يتوقف الإيواء، يجب أن يتوقف التمويل. إذا لم يحدث هذا لا يمكن الحديث عن يعني حلول أخرى أو حلول سياسية في ضوء كل هذا الدعم الغير محدود والغير مسبوق حقيقة، وهذا التورط الكبير لبعض الدول في مخالفة وانتهاك قرارات دولية من 1373 وقرارات أخرى. طيب معالي الوزير، يعني قبل أن أسأل الأستاذ عبد الباري عن السعودية أيضا لأنه كتب أمرا مهما جدا في مقال ما قبل الأخير، وددت أن أسألك، عندنا الكثير من الأسئلة من السادة المشاهدين، لماذا لا نرى معارضين على التلفزيون السوري أو في وسائل الإعلام التي حضرتك وزيرها؟ يعني مثلا لماذا لا نرى المعارضة من الخارج تطل على الشعب السوري عبر إعلامكم مثلا؟ سؤال يعني مهم جدا. أولا أنا قلت علانية ومنذ أشهر الإعلام في سوريا، وهذا ما ورد في بيان الحكومة عندما جئت إلى هذا المكان عندما كلفت بهذه المهمة، الإعلام في سوريا ليس إعلام سلطة وليس إعلام حزب وليس إعلام شخص، هو إعلام الدولة، إعلام الجمهورية العربية السورية، وأبواب الإعلام السوري مفتوحة. وأنت إذا تابعت هناك عدد من المعارضين وجزء منهم كانوا في سنوات طويلة سجناء، هم الآن يظهرون في برامج سياسية وحوارات ويقولون كلاما لم يكن البعض يتوقع أن يسمعه على شاشات التلفزيون الوطني أو المحطات الوطنية. أنا لا أقول لك أن هذه حالة مثالية أبدا، لكن أنا لا أقبل أبدا كوزير إعلام ولا كوادرنا الوطنية أن هذه المنابر تتحول إلى منابر للشتم والسب والتجريح، ليس باتجاه أحد، ولا حتى أنا أحيانا أحتج كثيرا وأعاتب بعض رفاقنا وإخواننا حتى اللي بيطلعوا على لغة أحيانا السب، رغم أنها تراجعت كثيرا نتيجة قراءة جديدة ومراجعة جديدة كيف نخدم به هذا الإعلام وكيف نخدم به هذا البلد وهذا الشعب. لكن المشكلة أن هناك منابر أخرى لا أريد أن أسميها على منبركم تحولت إلى منابر للسب والشتم ويعني الافتراء وإلى آخره. لا نريد أن نطور إعلامنا بطريقة فاشلة ليصبح إعلاما مشابها أو يقوم بنفس الوظيفة. طيب بس معالي الوزير، معالي الوزير أنتم مش أنتم لستم مقصرين كمان، يعني في من عندكم بيطلع كلام عالي جدا ضد المعارضين كمان. نعم أنا لا أنكر، أنا لم أنكر، أنا أقول لك إذا راجعت الآن وأجريت مقارنة، دعنا نكون موضوعيين. أيضا يعني في شيء مهم، أنه في انفعالات أحيانا شخصية، في ردود أفعال أحيانا إنسانية. أنا لا أبرر لا السب ولا الشتم ولا التجريح ضده في العمل السياسي والنقاش السياسي. المثقف لا يلجأ إلى هذه اللغة، المفكر لا يلجأ إلى هذه اللغة، ولكن أحيانا تحدث بعض هذه الأشياء. نحن نريد أن نصل إلى حالة أفضل في هذه المسألة، لكن أؤكد لك منابرنا الإعلامية مفتوحة لكل معارضة وطنية تريد أو تتقن أو تجيد لغة النقاش والحوار وفي جوهر المشروعات السياسية. لا ليس هناك محل لا للتخوين ولا للحديث عن عملاء. طيب يعني اليوم على كل حال معالي الوزير، نعم أستاذ سامي بس اسمح لي بهاللحظة، تفضل. يعني اليوم جرى نوع من الاعتيار على المسألة، أنه الذي يشتم النظام يكون خائنا والذي يمدح النظام وتحدث عن النظام يصبح مخبرا. هذا المنطق السيء الذي ساد سنوات طويلة نريد أن ننتهي منه، نريد أن ننتقل إلى مناقشة واقع سياسي، مشروع وطني، رؤية وطنية، هذا هو الهدف. طيب على كل حال مع الوزير، ربما يستاهل فعلا نقاش حول الإعلام في سوريا حلقة كاملة، وإن شاء الله
سنقدم حلقة حول هذا الموضوع ربما قريبا جدا لأنه مهم جدا هذا الموضوع. أستاذ عبد الباري، في حديثك في المقال ما قبل الأخير عن قطع الملك السعودي إجازته قبل أيام في المغرب في المملكة المغربية والعودة إلى السعودية، قلت ما يلي: لا يمكن أن يقطع الملك زيارته هكذا إلا لسببين رئيسين. الأول، وجود تطورات داخلية خطيرة في المملكة العربية السعودية، وهذا أمر شبه مستبعد لأنه لم يتم رصد أي شيء مثير للاهتمام في هذا الصدد. والثاني، أن تكون الحرب في المنطقة ضد سوريا أو إيران أو الاثنتين معا باتت وشيكة، الأمر الذي يتطلب وجود العاهل السعودي في بلاده لقيادة سفينتها باعتباره الربان الأول والقائد الأعلى للقوات المسلحة وأعطاء الضوء الأخضر لها للتدخل. وهناك سبب أو احتمال ثالث لا نستطيع ذكره. ما هو هذا السبب؟ لماذا لا تستطيع ذكره أولا؟ أستاذ سامي، أنت كثير غلبة بتعبيرنا، يعني بدك يعني ما ذكرته وأنت بدك ما ذكرتوش في جريدتي بدك ياري أذكره في لعبة الأمم، يعني بس على أي حال، لا أنا أعتقدت يعني اللي هو السبب الثالث هو سبب صحي، ونحن يعني الحقيقة لا نخوض في الأمور الشخصية للزعماء العرب أو لحتى المواطنين العرب، لكن أنا أعتقد أنه ربما كان سبب صحي. نحن نعرف الملك عبد الله بن عبد العزيز أجرى عدة عمليات جراحية وآخرها قبل فترة قريبة وظهرت شائعات كثيرة في المملكة. نعم، كيف لا تخوض بالأسباب الصحية وخط بالأسباب الصحية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة؟ يعني هذا غير ذاك؟ لا طيب. لا، عبد العزيز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كان موجود في فرنسا وأصيب بجلطة وكان يتلقى علاجا، لكن احنا ما سمعنا شيء عن الشؤون الصحية للملك عبد الله. انت تعرف انه صحة الزعماء العرب من الأسرار النووية، لا يستطيع احد الاقتراب منها. لكن على اي حال، يعني ظهرت شائعات في المملكة العربية السعودية كثيرة تتحدث عن صحة العاهل السعودي، فانا لا اريد ان اكرر هذه الشائعات او ارددها، لانه هذا ليس من يعني احنا زيكم بنحاول يعني نتحرى الدقة قبل ان نتحدث في هذه المواضيع. لكن السبب المهم اللي انا ركزت عليه، يعني كنت اتحدث عن قرب حرب في المنطقة، وما زلت اقول بان هذه الحرب قريبة، وتعرف استاذ سامي ويعرف ضيوفك الكرام بان الحرب خدعة بالدرجة الاولى. يعني لن يقولوا لنا انهم سيغيرون غدا او بعد غدا على سوريا او على ايران او على الاثنين، لكن عندما يكون العاهل السعودي بيقضي اجازة خاصة في المغرب وفجأة ويكون العاهل المغربي محمد السادس سيأتي بعد يوم وهناك لقاء يعني محدد بين الاثنين، ثم يقطع الزيارة ويعود فورا إلى المملكة العربية السعودية، يعني هذا دليل في أمر هام، أمر خطير جدا، إما حدث وإما سيحدث في المنطقة. ونحن نعرف أن المملكة العربية السعودية مشاركة فعالة في جميع حروب المنطقة، في الحرب ضد الكويت، في الحرب ضد العراق، في الحرب الأولى مثلا اللي كانت بين العراق وإيران كان المملكة العربية السعودية دورا كبيرا فيه، حتى في ليبيا في لما حصل التدخل الناتو كانت طائرات الأواكس السعودية متدخلة تساعد القوات الناتو في ضربها في ليبيا. فإذا كان حدثت حرب، وأنت تفضلتم في بداية البرنامج أن المملكة العربية السعودية يعني زادت من تورطها أو من مساعداتها للمعارضة السورية بأسلحة حديثة متطورة، فليس غريبا أن تكون المملكة على علم ببعض الأشياء. يعني مثلا الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز اللي هو السفير السعودي في 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 واشنطن كان أول من عرف، يعني عرف بموعد الحرب على العراق قبل كولين باول اللي هو وزير الخارجية الأمريكي في ذلك الحين. فأعتقد المملكة دولة مهمة، وعودة الأمير عبد الله ما زلت أعتقد بأنها ربما تكون لتحضير ربما لحرب أو لتحضير لأمن ما أمني أو عسكري في المنطقة. قبل التوقف مع فاصل، معالي الوزير، هل الحرب ممكن أن تكون وشيكة فعلا؟ هل تقلقون من ذلك من الخارج؟ حرب بمعنى العدوان على سوريا من دولة ما يعني؟ أو أكثر من دولة؟ أكثر من دولة. أكثر من دولة. في كل الأحوال نحن نتعرض للحرب، نتعرض للعدوان. نحن لم نتمنى ولا نتمنى أن نتعرض لحرب خارجية، ولكن إذا حدث ذلك فطبعا لن نقول أنه لكل حادث حديث. خياراتنا واضحة في أن نتصدى لأي عدوان على سوريا، هذه مسألة يعني غير خاضعة للنقاش. تحسنت قدرات سوريا الآن بعد المساعدات الروسية وربما الإيرانية أيضا؟
بكل الأحوال قدرات سوريا قدرات يعني دعنا نقول بالمصطلح اللي لا هو مصطلح عسكري طيبة يعني كويسة، ولكن تحسنت الآن بعد يعني الرئيس الأسد بنفسه قال أن سوريا روسيا سلمت جزءا من الدفعات التي كان ينبغي أن تسلمها، يعني يمكن أن نقول تحسن الوضع العسكري أكثر، الدفاعات السورية أكثر من السابق. يعني بكل الأحوال التعاون العسكري السوري الروسي ليس تعاونا جديدا، يعني هو تعاون قديم وما زال مستمرا وسيبقى مستمرا. معالي الوزير، قبل أن تكون وزيرا للإعلام كنت تحكي بصراحة أكثر. سنتحدث عن ذلك. لا طيب. أنا أخي سامي شفاف في المسألة هي. طيب. بس أنا حقيقة لست خبيرا في الشؤون العسكرية. طيب، على كل حال بعد الفاصل سنتحدث عن الخرائط العسكرية التي جاءنا بها الدكتور إبراهيم نصر الدين ونكمل هذا النقاش، خصوصا أنه في معلومات دقيقة الآن عن عمليات التسليح الحاصلة في جوار سوريا، عن استعدادات مهمة، عن إبقاء بعض الأسلحة بعد الأسد المتأهب وما إلى ذلك مثلا في الأردن، عن ضعف الآن الموقف التركي حيال سوريا، هل لا تزال تركيا قادرة على العمل شيء أم لا؟ ولن أنسى أبدا السؤال الذي طرحته على معالي وزير الإعلام، هل البعث لا يزال مهما بالنسبة لسوريا؟ لأنه جاءنا عدد من الاتصالات يقول سألت ثم ابتعدتم عن السؤال، فكروا في ضغط. والله ما في ضغط، بآخر الحلقة سأسأل هذا السؤال. ابقوا معنا أعزائي المشاهدين، واصل برنامج لعبة الأمم بعد قليل لو سمحتم. مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين لمواصلة برنامج لعبة الأمم عبر قناة الميادين. أرحب مجددا بضيوفي الكرام في هذه الحلقة، من دمشق وزير الإعلام السوري عمران الزعبي، من لندن الكاتب العربي الفلسطيني عبد الباري عطوان صاحب وناشر جريدة القدس، ومن مصر جاءنا مشكورا الدكتور في العلوم السياسية إبراهيم نصر الدين. وسأبدأ هذا القسم الثالث معك دكتور إبراهيم. جئت بخرائط إسرائيلية عربية، هل لك أن تشرح لنا ماذا لديك من معلومات حول هذا الموضوع تحديدا بالنسبة للدول العربية الآن، ما الذي يجري فيها؟ يعني هو ابتداء لابد أن نطرح سؤال على إخواننا الذين يتحدثون عن قتال وجهاد. واحد، الذي يسلحهم الغرب ويمولهم. اثنين، هم يدمرون البنية الأساسية في الدول العربية حيثما ذهبوا. ثلاثة، هم يقسمون كل شعب إلى أسس مختلفة، دينية طائفية إثنية إلى آخره. يصبح السؤال، لأي غرض يخدمون؟ هل هم يخدمون الأمة العربية الإسلامية أم يخدمون مشروعا آخر؟ أنا في تقديري أن المشروع الإمبراطوري الأمريكي في هذا القرن هؤلاء جزء لا يتجزأ منه، بالإضافة للصهاينة ما فيش فيها زار. لسبب انه الولايات المتحدة الامريكية استفادت من خبرة الاستعمار الفرنسي وخدمة الاستعمار البريطاني التقليدي. استفادت خبرة الاستعمار الفرنسي الاستيعاب، الاسيميليشن، بمعنى ان يأتي بأناس ثم يجنسهم، يمنحهم الجنسية ليكونوا يؤهلهم بعد ذلك للحكم. وقد حدث هذا بالنسبة لغالبية قيادات الاخوان المسلمين في السودان، في الصومال، في مصر، في ليبيا، في الجيش الحر، والبعض في العراق. مسألة لا تحتمل الشك إطلاقا. حتى الصومال رئيس الوزراء السابق والأسبق كان أحد من الجنسية الأمريكية. هذه واحدة. الحكم غير المباشر، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحملت ما تحملت في حرب فيتنام وفي حرب أفغانستان وفي حرب العراق. التدخل المباشر خلاص أصبح مسألة تلقي بأعباء اقتصادية ونفسية ومالية على الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي بتلجأ للحكم غير المباشر. حكم غير مباشر تؤهل الناس ليحكموا نيابة عنها. لكن الدول الوطنية القوية في العالم العربي لا يصلح فيها أحد يحمل جنسية يستطيع أن يقود وطن بهذا الشكل ودولة بهذا الشكل. فلابد أن أفتت الدولة الوطنية لأقيم
إمارات صغرى على غرار إمارات الخليج، يسهل حكمها ويسهل إدارتها، بل تستجدي القواعد الأمريكية. على مستوى الخارج، خارج الإطار العربي، التفتيت إلى آخره، نلاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تتجه للسيطرة على البحار بدل الأرض، على شبيها بالإمبراطوريات السابقة، الإمبراطورية البريطانية إلى آخره، بعد كوارثها على البر. قناة بنما سيطرت عليها من أكثر 100 عام. جبل طارق مسيطرة عليها، محطة الإنذار المبكر في سيناء، محطة أمريكية والقوات متعددة الجنسيات في سيناء وتكشف المنطقة كلها. ثم افتعلت ما يسمى القرصنة أمام السواحل الصومالية، ليكون لها قاعدة في الصومال، في جيبوتي، إلى جانب فرنسا وإلى جانب بريطانيا وإلى جانب ألمانيا، أصبحت تسيطر على هذا المدخل هو الآخر. ثم هي موجودة في الخليج العربي، بمعنى أو بآخر سيطرت على المحيطات وعلى كل المداخل البحرية التي يمكن أن تصورها. الإضافة الأخرى الذي يلاحظ على مدى فترة ليست بالبعيدة، أن هناك تمزيق لأوصال الوطن العربي من الخارج. زنجبار ضاعت 1964، لا أحد يحدثني الآن أن جيبوتي دولة عربية لأنها متفرنسة بالكامل وتخدمها 5 قواعد عسكرية أوروبية. الصومال مزقت، جنوب السودان تم نزعه من الحظيرة العربية. إذن في ضغوط من الداخل. جزر القمر، القمر استعيدت منها جزيرة ميوت، أكبر الجزر. لو آتي لأتأمل خريطتين. هذه الخريطة الأولى أماكن تواجد القوات المصرية في سيناء وفقا لما يسمى معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية. دعني أريها للكاميرا. هذا هو المكان الوحيد اللي موجود فيه قوات تكفي. هذا هو المكان الأبيض الوحيد فيه قوات. نعم. لو نظرنا للخريطة الأخرى اللي هي خريطة إسرائيل الكبرى التي صدرت عام 89، ولا أحد يشكك في هذه الخريطة لأن هذه الخريطة موجودة على العملة الإسرائيلية، والعملة الإسرائيلية موجودة وموجودة على العملة الإسرائيلية، البعض يمكن أن يتشكك موجودة على العملة الإسرائيلية. لننظر لهذه الخريطة. واحد، ترك المنطقة الكردية في الشمال، شمال سوريا وشمال العراق، بالإضافة لجزء الأراضي اللبنانية، واخد قلب العراق السني بالكامل، شمال العربية السعودية، كل الأردن، نصف سيناء. على أي أحد يتحدث استراتيجيا أن يتأمل في هذه الخريطة؟ إذن الأردن مستهدفة، معظم لبنان مستهدف، حوالي ثلث الأراضي السورية مستهدفة، القلب العراق، وإحنا نسمع الآن المشاكل في الأنبار إلى آخر كل هذا الكلام في قلب العراق الذي يطلق عليه السني، نفس هذا الكلام قائم بهذا الشكل. الخطورة هنا أن هذا المشروع لو سقطت سوريا فهذا المشروع سيتم تحقيقه على الأرض. وأسأل العربية السعودية، هذا جزء كبير من الأرض السعودية، الأراضي العربية السعودية، يقترب من المدينة المنورة، لمصلحة من؟ مسألة طلع علامات استفهام كثيرة خاصة. وأنه الإخوان المسلمين في مصر لما نتأمل بيركزوا على محور قناة السويس وبيفتعلوا عمليات إرهابية في سيناء. لو أخذنا هذا الجزء وكأنهم يريدون أن يقيموا إمارة إسلامية مع حماس في هذا الجزء شرق وغرب القناة، وأنا رجعت لامتياز الشركة العالمية لقناة السويس البحرية وجدت ما يطرح الآن من محور قناة السويس يساوي أو يكاد يكون هو امتياز الشركة العالمية لقناة السويس البحرية، بمعنى أن لا حق انتزاع أراضي كيفما استطعت وتخصيص أراضي، ثم إدارة مالية لا أحد يحاسب هذا الجهاز الذي سينشئه الرئيس بعيدا عن الدولة بالكامل. ومن الواضح أنهم يستهدفون أن تكون الإسماعيلية مقر حسن البنا هي هذه العاصمة، بحيث يسيطرون على كل قناة السويس شرقها وغربها وعلى هذا الجزء من سيناء. طيب دكتور إبراهيم، فقط حضرتك دكتور جامعي وتتوخى الدقة. نعم. كما نحاول أن نتوخاها. نعم. في الميادين. نعم. هذه الخرائط ما هو مصدرها؟ مكتوب عليها، ده رقم واحد، جيوغرافيك جورنال، وهي موجودة على العملة الإسرائيلية. هذه العملة الإسرائيلية موجودة. يعني حضرتك جبتها من جيوغرافيك جورنال؟ نعم. طيب
في الحديث عن حماس دعني سأعود إليك دكتور إبراهيم، دعني أعود إلى معالي الوزير الإعلام السوري السيد عمران الزعبي. معالي الوزير، حماس طالبت حزب الله بالانسحاب من سوريا، الآن لم نشاهد أو لم نسمع أي رد من سوريا على هذا الكلام، هل لك أن تقول لنا ما هو رأيكم بذلك؟ لا، ببساطة، أولا الكلام يعني ليس موجها لنا بالتخصيص، يمكن أن يرد حزب الله، ولكن أنا سمعت أيضا كلاما من داخل غزة يقول أن هذا البيان صدر من خارج غزة وثمة نوع من الخلاف، وطبعا هناك كلام أساسا عن خلافات داخل يعني بنية حماس. قيل إنه ليس المكتب هذا هو السياسي، السؤال. قيل إن المكتب السياسي نعم. هو الذي أصدره. نعم، بغض النظر، أنا أعتقد أن هذا لا يضيف، لا يؤخر ولا يضيف شيئا على الإطلاق، لا على الموقف السياسي ولا على الواقع ولا على يعني ما فهمنا. أنا ما فهمت، ربما المشاهدون فهموا. لا، إذا أنت ما فهمت أكيد المشاهدين ما راح يفهموا عليه. بكل الأحوال، بكل الأحوال، أنا أعتقد أن يعني حركة حماس في موقفها مما يحدث في سوريا وعلى لسان قادتها وتصريحاتها ومن خلال صورهم التي يعني ظهرت على الإعلام، كان لهم موقف سلبي وسيء تجاه سوريا واتجاه ما يحدث في سوريا تحت عناوين كثيرة، وهم قدموا في كل الأحوال خيارهم الإيديولوجي على خيار المقاومة، أو العقيدة الإيديولوجية والفكر الإيديولوجي الإخواني على خيار المقاومة، وهذا هو شأنهم، وتصرفوا على هذا النحو بكل الأحوال، وهذا يفرض عليهم في المحصلة خطابا سياسيا واضحا ومعينا يرتبط بقطر، يرتبط بمصر، يرتبط بحركة الإخوان المسلمين العالمية. هذا ليس يعني دعني أقول ليس مدهشا أو لا يجوز أن يدهشنا يعني كل صباح وكل لحظة، هذا سياق متصل. طيب معالي الوزير، اسمح لي بسؤال أيضا، وهو الآن على ما يبدو ملح جدا، في كلام كثير عن معركة حلب القريبة، على ما يبدو البعض يتحدث أنه مسألة أيام وما إلى ذلك، هل نحن متوجهون إلى معركة فعلا في حلب؟ أرجوك لا تقول لي لا لا لا, لا أعرف بالأسرار العسكرية. لا لا، بكل الأحوال دعني أكون واضحا معك، الجيش العربي السوري سوف يقوم بواجبه على عموم الأرض السورية، مسألة أين يبدأ ومتى يبدأ وكيف يبدأ هذه هي التفاصيل العسكرية، ولكن أنه سيذهب إلى هناك أو لا يذهب، لا، بالتأكيد سيذهب في كل أراضي الجمهورية العربية السورية، هذا واجبه ويجب أن يقوم به، وهو للحقيقة والوجدان الجيش العربي السوري ضمانة وطنية كبرى، وهو يقوم بواجباته على أفضل وجه. طيب، المسألة لا تحتاج إلى تحديد أو مواعيد ومواقيت، هذا هو الشأن العسكري. معالي الوزير، يعني في كلام أنه الجيش السوري طيب يستمر في القتال منذ عامين ونصف تقريبا، البعض يمدحه يقول والله صمد يعني عامين ونصف، بينما جيوش كثيرة أخرى انهارت، البعض الآخر يقول لا بالعكس، أنه بعامين ونصف ومئة ألف قتيل تقريبا كان ينبغي أن يحسم المعركة، وهو عاجز عن حسم هذه المعركة، هل الجيش السوري قادر على حسم المعركة عسكريا؟ يعني دعني أكون معك مميزا بين التمنيات وبين الواقع. أولا، لا شك أن هذه المعركة ليست معركة سهلة، وأن ما يضخ إلى سوريا من مقاتلين ومن مجموعات مسلحة من دول كثيرة ومن أموال وسلاح يجعل هذا الأمر ليس بسيطا، لكن بالمقابل أنا أؤكد لك الجيش العربي السوري نعم قادر على القيام بواجباته وحسم المعركة. هل تستغرق وقت تطول أو تقصر، هذا له علاقة بالواقع الميداني على الأرض، لكن نحن في كل الأحوال أنه يعني بمعنى أن الجيش لم يحسم منذ البداية كما قلت أو أنه تأخر في الحسم، القيادة السورية والحكومة السورية حاولت على يعني مدار وقت طويل، عندما جاء مراقبي الجامعة العربية وعندما جاء مراقبي البعثة الدولية وعندما كان هناك هدنة في 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 العيد في عام 2012، حاولنا أن نستغل كل شيء، العمل الشعبي واللجان الشعبية والوجهاء والمحافظين واللجان المصالحة والتواصل الجماهيري، لأجل
إخراج المسلحين الأجانب خارج المدن، خارج المناطق السكنية. لكن الحقيقة ربما في بعض المناطق وهي ضئيلة نجحت، لكن في مناطق أخرى كانوا يستفيدون من هذا الأمر لزيادة تحصيناتهم وتسليحهم وما إلى ذلك. عندما أدركت القيادة في سوريا أن هذه الطريقة في الواقع لم تجدي نفعا، التزمت بواجباتها والجيش ينفذ واجباته. طيب معالي الوزير، قبل أن أترك مسك الختام للأستاذ عبد الباري عطوان بسؤالين على الأقل، وعذرا أستاذ عبد الباري ربما تأخرت عليك قليلا، فقط الآن الليلة ونحن نجري هذا الحوار الجيش الأردني يصد على ما يبدو عملية تسلل ويقتل مسلحين قال إنهم كانوا يعتدون على الجيش الأردني، هل لك أن تقول لي ما هو موقف الأردن تحديدا، كيف تنظرون إليه اليوم؟ السؤال لي؟ نعم لك معالي الوزير. نعم نعم بكل نعم سيدي، المسألة هي على النحو التالي. نحن كما كنا ننظر إلى وما زلنا ننظر إلى أشقائنا في لبنان وإلى دولة لبنان، الأردن كذلك الأمر. نحن نتمنى ألا يكون الأردن يعني سببا ممرا أو مقرا لأي من المجموعات الإرهابية المسلحة. أمن الأردن، أمن شعب الأردن، أمن الحدود يعنينا في سوريا تماما كما يعنينا أمننا الوطني. لذلك نحن عندما نتحدث بهذا المنطق نحن نتحدث بشكل جاد بعيدا عن المقولات السياسية كما قلت وشعارات سياسية. ولذلك الأردن والقيادة الأردنية مطالبة الآن وفي كل وقت بأن تساهم في الحفاظ على أمن الحدود وضبط هذه الحدود، لأن في ذلك مصلحة أردنية سورية على قدر واحد. طيب أستاذ عبد الباري، الآن التطورات العسكرية، المعلومات عن حشود عسكرية في الجوار السوري كثيرة لا داعي لذكرها. دير شبيغل تحدثت عن تمرير سلاح من تركيا، من قطر، من السعودية، في بعض الأسلحة باقية بعد الأسد المتأهب في الأردن. تركيا الآن يحاول أردوغان أن يستعيد السيطرة ولو بصعوبة، وربما لن يستطيع قريبا يعني أن يستعيد السيطرة على الوضع الداخلي. يعني هناك محاولة لحشد كل الجوار السوري في هذه المرحلة، حتى لبنان يعني اليوم مذكرة الرئيس اللبناني. هل جنيف أسرع أم الحرب أم لا شيء سيحصل، إنما إدارة حرب وأزمة حتى أيلول لقاء الرئيسين أوباما وبوتين برأيك؟ أستاذ سامي، أعتقد أن احتمالات الحرب أكبر كثيرا أو كثيرا جدا من احتمالات السلام. مثل ما قلت يعني إذا كانت هناك خطة عسكرية فهذه الخطة ستظل سرية، وأنا شخص أعيش في الغرب منذ 35 عاما غالبا ما يضعون الخطط مبكرا، وغالبا ما يعني أنا أصبحت أؤمن بالنظرية التآمرية بعد اختراع أو فبركة أسلحة الدمار الشامل في العراق والتسهيل الغزو والاحتلال. أنا أعتقد عندما أقول احتمالات الحرب يعني عندما تجري الولايات المتحدة الأمريكية مناورات متواصلة سواء في منطقة الخليج العربي أو في الأردن في الشمال وفي الوسط، هذه المناورات تحمل اسم الأسد المتأهب، طائرات F-16 وهذه طائرات هجومية، صواريخ باتريوت تنصب في الأردن، طائرات هارير البريطانية المعروفة، اليورو فايتر أيضا، فهذا كلها استعدادات للحرب. هم يقولون الآن أنهم لن يتدخلوا أنا في تقديري هذا من يصب في مجال الحرب النفسية والتضليل الإعلامي والتضليل العسكري المقصود. أعتقد أن الدول الغربية الآن تفكر أكثر بالحرب. إسرائيل انزعجت أو يعني قلقت كثيرا عندما فاز رئيسا إصلاحيا في إيران، يعني كان خبر وقع عليها كالصاعقة، واعتقد أن الإيرانيين أثبتوا دهاء غير عادي عندما نزل 5 مرشحين متشددين أمام مرشح إصلاحي وكأن المرشد الأعلى يقول للناخبين الإيرانيين انتخبوا هذا الشخص. أنا شخصيا أعتقد أن الحرب موجودة، يعني صمود النظام السوري لمدة 2 وشهرين حتى الآن، وجود الرئيس الروسي وكان صلبا في إفشال كل المخططات في قمة الدول الثماني. أنا في تقديري احتمالات الحرب أكبر، مؤتمر جنيف مجرد فزاعة أو مجرد يعني لحاية، وحتى لو عقد لن يسفر عن شيء. فأنا أقول بأن احتمالات الحرب ما زالت أكبر
كثيرا من احتمالات السلام. شكرا لك. ختام ربما لأني طرحت سؤال معالي الوزير في البداية وطبعا غير لائق ألا أطرحه عليك، هل حزب البعث لا يزال صالحا لهذه المرحلة؟ وبشكل سريع لو سمحت، يعني عندك 40 ثانية للسؤالين. نعم. آسف. السؤال الآخر، الآن حضرتك قلت قبل فترة أنه لديك دلائل أنه المعارضة استخدمت السلاح الكيماوي، ما هو هذا الدليل الذي لديكم؟ نعم، طبعا الدليل موجود في خان العسل، وهناك ملف كبير، وهذا الملف يعني سلم من قبل الخارجية السورية إلى القيادة الروسية، وفيه كل الإثباتات على ذلك. بالنسبة لحزب البعث العربي الاشتراكي، هذا الحزب هو حزب قومي، حركة قومية، وفي نفس الوقت هذا الحزب هو حزب الناس، حزب الجماهير، ربما بحاجة الآن إلى إجراء مراجعة ضرورية، كل الأحزاب تجري مراجعات، ولكن نعم هو يصلح، ولكن المعطيات، الجو العام ربما تغير. اليوم هناك أدوات ديمقراطية وهناك صناديق انتخابات، الصناديق هي التي تقرر من الحزب الذي يحكم، ما الاتجاه السياسي، كيف تدار البلاد بشكل عام. شكرا جزيلا لك معالي وزير الإعلام السوري السيد عمران الزعبي. شكرا للدكتور في العلوم السياسية إبراهيم نصر الدين، إن شاء الله الإقامة موفقة عندنا. وشكرا لك أستاذ عبد الباري عطوان، حين تلتقي برئيس مقبل خبرنا يعني لكي نعرف ما الذي جرى. وإلى اللقاء أعزائي المشاهدين في حلقة مقبلة من لعبة الأمم. شكرا لكم.